مصر واحدة من أقدم وأقوى وأطول الحضارات القائمة حتى الآن. نحن هنا بعاصمة مصر الأولى منف. منف التي يرجع أصل اسمها الهيروغليفية من نفر، أي النصب الجميل أو المدينة ذات الجدار الأبيض. وقد حرف الإغريق هذا الاسم فصار مومفيس، ونحن الآن في الجزء المتبقي من العاصمة القديمة وهي ميتراهينا. احنا هنا في منف ميتراهينا أو العاصمة، بناها الملك مينا عشان يوحد القطرين ويجمع بين الشمال وبين الجنوب. قبل منف ما كانش فيه عواصم، ومصر كانت متقسمة لأقاليم كتير جدا. بمكانة كبيرة جدا طوال عصور التاريخ، منذ العصر الأسرة الأولى مرورا بالدولة القديمة والدولة الحديثة، والثلاثين أسرة، وبعدها اهتموا بيها برضو في العصر اليوناني، في العصر اليوناني والقبطي والإسلامي، وحتى العصور الحديثة.